السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم عبد الهادي بخاري من شركة بروج العقارية. اليوم إحنا في منطقة بيليكتزو في مشروع جميل جدا، مشروع مترو هوم بيليكتزو، خلوكم معنا. قبل ما نروح لشقق نموذج في المشروع أحب أشرح لكم على المجسم. طبعا زي ما انت شايفين هذا المشروع يتكون من 14 برج سكني يفصل بينهم شارع صغير اللي هو أنا موجود فيه الآن. زي ما انت شايفين قسمين، القسم هذا فيه 5 أبراج والقسم هذا فيه 9 أبراج، بينهم شارع صغير. مساحة الأرض، مجموع مساحة الأرض 45,000 متر مربع. المجمع متكامل في وحدات سكنية مختلفة، من غرفة وصالة، غرفتين وصالة، 3 وصالة، 4 وصالة. طبعا زي ما شفتوا المشروع يحدها من الأسفل بالكامل محلات تجارية، عندنا ما يقارب 180 محل تجاري في المشروع. طبعا الخدمات الموجودة في المجمع هذا مسبح مفتوح، مسبح مغلق، ألعاب الأطفال، الجلسات الخارجية، موقف سيارات مغلقة، كل شقة لها موقف سيارات، بالتالي تخدم المجمع بالكامل. الميزة المهمة في المشروع هذا إنها تقع على شارع الإيبيش مباشرة، الطريق العام اللي يربط إسطنبول من بدايتها إلى نهايتها تقريبا. أيضا المشروع يقع في موازاة يشم وادي سي اللي هو وادي الحياة، هذه حديقة كبيرة تربط الخط السريع اللي هو الإيبيش إلى تقريبا البحر. طبعا اللي يميز المشروع أيضا إنها تقع بالقرب من مرمرة بارك، هذا المول الكبير اللي يقع بحدود 5 دقائق من هنا. وأيضا عندنا بارلافيستا آفيمي، هذا مول بارلافيستا اللي يقع على قرابة دقيقتين من هنا. وأيضا الساحل، ساحل بيليكتزو 10 دقائق من هنا تقريبا، بالتالي موقعها استراتيجي جدا حيث تقع على الشارع العام وقريبة جدا من الخدمات والمولات الموجودة هنا. تعالوا معنا الآن نشوف الشقق نموذج الموجودة في هذا المجمع. بروج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار. وصلنا الآن للشقة النموذجية، 3 غرف وصالة، 185 متر مربع. طبعا أول ما تدخلوا زي ما شايفين عندنا الانترفون، نظام البيوت الذكية، وعندنا الدولاب هذا في كل الشقق تيجي بنفس الطريقة هذه. طبعا مقسمة جاهزة زي ما شايفين، مرتبة جدا. عندنا على يدنا اليسار أول ما ندخل صالة ممتازة، مساحتها 30 متر مربع تقريبا. وأيضا في كل الشقق عندنا في المشروع هذا يعطوا التكييف وايضا التدفئه ارضيه تحت الباركيه. زي ما انتم شايفين اوراق الجدران، ايضا في اغلب المشاريع ما يحطوا اوراق جدران، دائما تشوفوها في الشقق النموذج، لكن في المشروع هذا يسلمون الشقه مع الباركيه والتدفئه الارضيه ومع اوراق الجدران. مساحه ممتازه جدا، 30 متر مربع، يعني ترتيبها ممتاز زي ما انتم شايفين. نشوف مع بعض المطبخ. اول ما نيجي عند المطبخ من اهم الميزات الموجوده الباب هذا. هذا الباب يا جماعة زي ما انتم عارفين يوفر لكم مساحة كويسة بحيث انه ما تفتحها لبرا للداخل او لبرا مثلا، فاستعانوا بالباب السحاب هذا فاعطت شكل جميل واستغلال للمساحة افضل. اول ما ندخل المطبخ، المطبخ زي ما انتم شايفين مساحتها جدا ممتازة، تسلم بكامل الدواليب هذه ما عدا اللي هي الثلاجة. الشركة تعطيكم الميكروويف، الفرن، وعندكم ايضا السخان هذا والشفاط كله موجود، غسالة الصحون أيضا موجودة من ضمن المطبخ، دواليب درجة أولى ممتازة جدا زي ما انت شايفين. من المطبخ عندنا البلكونة، طبعا البلكونة هذه يا جماعة مربوطة مع الصالة، ما طلعنا من هناك لكن شوفوا مساحتها ممتازة جدا زي ما انت شايفين، مربوطة مباشرة مع الصالة، ممكن تطلع من الصالة أو ممكن تطلعوا من المطبخ. نشوف الآن الغرف الأخرى، طبعا استخدامهم للسيراميك اللي هو 60x60 ونوعها يعني تعطي لمعة جميلة، تعطي مساحة للعين مريحة يعني. أيضا زي ما انت شايفين أوراق الجدران في كل الشقة موجودة. عندنا هنا قبل ما ننسى دولاب ومخزن، مساحتها ممتازة جدا. هذه المشكلة دائما نعانيها في الشقق انه ما في مكان للتخزين، فزي ما انت شايفين هذه مساحة ممتازة جدا لتخزين الأدوات. عندنا هنا الحمام الصغير الله يكرمكم اللي يخدم الضيوف ويخدم الغرف الثانية.
ايضا في مقابلها عندنا غرفة النوم الاولى. هذه الغرفة مساحتها 5×3 15 متر تقريبا زي ما انت شايفين. الميزة في المشروع هذا انهم حاطين مكان خاص كذا، ممكن تستخدموها كدولاب للملابس وكمكتب مثلا، او تحطوها دولاب بالكامل. استخدام يعني ممتاز جدا، حيث مثلا اذا كان عندك اولاد مثلا يقدروا يدرسوا هنا، وتكون خزانة الملابس موجودة هنا. نشوف الغرف الثانية. طبعا الميزة برضو زي ما ذكرنا في الغرف كلها انه ما في تدفئة على الجدار، التدفئة كلها ارضية زي ما انت شايفين تحت الباركيه. هذه ميزة مهمة جدا. نشوف الغرف الثانية مع بعض. عندنا الغرفة الثانية هنا برضو تقريبا نفس المساحة اللي هي 5×3 برضو بنفس التفصيل والتقسيم، مرتبة جدا. تعالوا الآن، عندنا في البانيو الرئيسي هنا زي ما انت شايفين ترتيبه كويس، السيراميك اللي مستخدمينه معطي يعني شكل حلو جدا. هذا الشاور. الأدوات اللي استخدمتها الشركة صراحة أدوات ممتازة جدا. طبعا الميزة انهم يسلموا المشروع بالكامل بنفس الطريقة. عندنا هنا مكان لغسالة الملابس زي ما انت شايفين. طبعا هذه من لا تعتبر من ضمن البيعة. الآن نجي لغرفة النوم الرئيسية. غرفة النوم الرئيسية مساحتها 20 متر مربع، مساحة ممتازة جدا زي ما انت شايفين. برضو نفس التقسيم موجود، ممكن تستخدمونها كمكان لتغيير الملابس او دواليب الملابس تكون موجودة هنا. وايضا عندنا اللي هو الحمام الخاص بغرفة النوم الرئيسية. صراحة الدواليب جميلة جدا زي ما انت شايفين. استخدام اللون الابيض دائما يعطي شكل جميل للشقق، خاصة في الدواليب والابواب. عند المساحة هنا مساحة فاضية، طبعا الشركة حاطينها للعرض فقط. ممكن تسوي بنفس الطريقة هذه تكون مخزن للملابس ايضا. بكذا زي ما شفتوا معانا، هذه شقة 3 غرف وصالة، مساحتها 185 متر مربع. طبعا المساحات تختلف في كل الشقق، هذه شقة نموذجية. الان تعالوا نشوف شقة اخرى نموذجية. الان وصلنا للشقة اللي هي غرفة وصالة. هذه الشقة يا جماعة مساحتها 78 متر مربع. طبعا اول ما ندخل على يدنا اليمين زي ما انتم زي ما شرحنا في الفيديوهات السابقة في الثلاث غرف وصالة وغيرها، على طول عندنا الدولاب هذا او المخزن عند البوابة مباشرة. وعندنا هنا مكان لغسالة الملابس، مستودع صغير، طبعا تلفون على يدنا اليمين مباشرة. عندنا الحمام اللي يخدم الغرفة والصالة زي ما انتم شايفين. نجي مع بعض للصالة. الصالة طبعا بنظام مطبخ امريكي مفتوح زي ما انتم شايفين. الدواليب كلها راكبة، الادوات الكهربائية كلها موجودة، غسالة الصحون موجودة، الفرن راكب، كل الادوات هذه موجودة ما عدا طبعا الثلاجة لا تسلم مع الشقة بنظام مطبخ امريكي. مساحة الصالة والمطبخ مع بعض 30 متر مربع، تدفئة ارضية، برضو اوراق الجدران موجودة. وايضا عندنا المكيف موجود. هنا عندنا بلكونة تربط بين المطبخ، بلكونة صغيرة جميلة كذا تربط بين المطبخ وأيضا الصالة، إطلالتها جميلة. طبعا مساحة البلكونة قبل ما ننسى 4.5 متر تقريبا، الصالة زي ما قلنا 30 متر. تعالوا معنا نشوف غرفة النوم. غرفة النوم يا جماعة مساحتها تقريبا 16 متر مربع، برضو زي ما قلنا تطلع على البلكونة. غرفة نوم صغيرة جميلة، يعني حتى المهندس المعماري ضبطها بطريقة حلوة وحط فيها مثلا زي ما انت شايفين دولاب موجود هنا، السرير والتسريحة، بحيث استغل المساحة استغلال كويس، تدفئة أرضية زي ما ذكرنا، وأيضا تربط على البلكونة. كذا يكون صورنا لكم شقة 3 غرف وصالة وشقة غرفة وصالة. هذا الموجود عندنا في المشروع من الشقق النموذجية. الشقق الباقية طبعا ممكن تيجي تشوفوها على أرض الواقع. وهذا كل شيء بالنسبة للشقق النموذجية. Thank you.
في نهاية هذا الفيديو أحب أشكركم على حسن المتابعة. لا تنسوا يا جماعة أنه هذا المشروع يعتبر من أفضل المشاريع الموجودة في منطقة بيلكتزو من حيث الموقع والتشطيب. لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط زر اللايك والإعجاب ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم. الأسعار والتفاصيل دائما في قناتنا موجودة أسفل الفيديوهات في قسم التفاصيل. كونوا في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.